عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام اجتماعاً وقرر المجلس الآتي: أولاً، الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 من شهر ديسمبر المقبل. ثانياً، الموافقة على قبول استقالة الأستاذ ماجد عبد اللطيف نقيب المحلة من منصبه. ثالثاً، الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل. رابعاً، الموافقة على إنشاء جروب على الواتساب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكترونية. نقيب المحامين يلتقي المستشار محمد شوقي لتهنئته بمنصب النائب العام وبحث سبل التعاون بين نقابة المحامين والنيابة العامة. نقيب المحامين يشارك في المؤتمر العام لشباب محامي مصر ويؤكد على دعمه الكامل لشباب المحامين وتأهيلهم بالشكل المناسب لسوق العمل. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد ويطالبهم بضرورة التحلي بحسن الخلق. نقابة المحامين تعقد ندوة حول آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. مصلحة الضرائب تؤكد بأنه سيتم معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المكررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين. مصلحة الطب الشرعي ترسل لنقابة المحامين نتيجة الكشف الطبي للمحامين الجدد بالقاهرة.